السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي ليليا لايف ستايل. نتمنى تكونوا كامل بخير وعلى خير. نرحب بكم من جديد متتبعي القدم، نرحب بكم ونقول لكم اهلا وسهلا في داركم الثانية. اما بالنسبة للي اول مرة يدخلوا لقناتي، نقول لكم نورتوني وشرفتوني ونتمنى ما تكونش اخر مرة. الجدد عندي نقول لكم ما تنساوش تضغطوا على هذاك الزر الصغير الاحمر اللي مكتوبه فيه ابوني ولا اشتراك ولا سبسكرايب، وتفعلوا الجرس تضغطوا عليه باه يوصلكم كل جديد. اليوم راح نقدم لكم صابلي خفيف وبنين كما نعرفوه جميعا. هذه المره راح نستعمل عجينه واحده، راح نحاول نستخدم عجينه واحده، نشكل منها شحال من حلوه. المقادير تاعها سهلين وبسيطين، هي كالتالي: زوج كيسان سكر ناعم سكر رطب، 500 غرام مارغارين، انا نختار دائما مارغارين فلوريال لانها هي الجيده بالنسبه ليا، اعتمدتها في وصفاتي، كاس صغير زيت وبامكانك تستغني عليه او تضيفي فقط زوج ملاعق زيت، كاس صغير نشاء، اربع بيضات، كيس تاع لافاني، وكيس ونص خميره. اولا نبداو على بركه الله، نحطو كما متعودين جميعا، نحطو المارغارين او بامكانك استعمال الزبده. نحطو المارغارين نضربوها مليح، بامكانك تستعمل اليد او بامكانك كما درت انا تستعمل البيترا. نضيفو لهم زوج كيسان تاع سكر رطب، ونواصلوا الخلط جيدا. بعدها نكملوا نضيفوا المقادير جميعا، اللي هي لافاني، كيس تاع لافاني، الزيت اللي بامكان كما قلت سابقا تقدري تستغني عليه او تضيفي فقط ملعقتين او ثلاثه تاع الزيت. ونحطوا ربع بيضات، انا هنا استعملت كميه كبيره خاطر حنقسمها على شحال من، راح نشكل شحال من كاطو، راح ندير شحال من شكل، على بها درت 500 غرام تاع الزبده. كيما راك تشوفي هنايا ضربت العجين مليح حتى ولا اللون تاعها ابيض. لما ولا اللون تاعها ابيض طلعت مليح، حطيت لها بديت نحط تدريجيا الفارينه، وفي نصها نحط بطبيعة الحال الخميرة الكيميائية. نحطه بالتدريج الفارينة ونخلطوها مليح حتى تولي لنا عجينة كي نمسوها في يدنا ما تلصقناش، وتكون ما هي طرية بزاف تلصق، ما هي يابسة بزاف تجيك، يجيك الصابلي يجيك مش مليح. اذا من الافضل انك تشوفي العجينه تاعك تكون طريه. نحطوها كي طرتنا كيما راكي تشوفي هكا، كي نقعد نستعمل فيها بيدي راهي ما شاء الله خفيفه، ما في اليد كي تمسيها تحسي بالخفه تاعها. هنا يستحسن تحطيها في الكيس بلاستيكي وتحطيها في الثلاجه على الاقل على الاقل 3 ساعات. اذا ما عندك شغالات بزاف ولا تقدري تخليها تخدميها اليوم والغدوه الصباح تخدميها في الليل والغدوه في الصباح تعاود تشكلي العجينه تاعك.
العجينة تاعي إلى 5. اللي قاعده نخدم فيها درك حطيت لها القليل من الملون الغذائي، كان عندي لون أخضر حطيت القليل، تبدل اللون برك إلى لون أخضر فاتح. وكمية راح نحط فيها الكاوكاو، والكمية الأخرى راح نستعملها صابلية عادي. هنا في التشكيل الحلوى نسيت نصور لكم، يعني اعذروني سامحوني، ما قدرت ما صورتش، نسيت صورت غير الكمية اللي درت فيها الكاوكاو، ودرتها كويرات صغيرة غطستهم في البياض البيض، ومن بعد غطستهم نص غطسته في نوات كوكو جوز الهند، ونص غطسته في الكاوكاو، مرغته في الكاوكاو. الاخرين لا درتهم صابلية، حليتهم نورمال، شكلتهم بالطابع نورمال، ودرت لهم المعجون عادي، نص عملت له المعجون ونص عملت له كريمة الزبدة. يعني دركا تشكلوا لي 5 انواع، الانواع اللي الكويرات اللي مرمدة في نوات كوكو، وشكل بالكاوكاو، شكل فيه الشوكولا من الفوق وفي نصه كريمة الزبدة، والشكل الرابع في نصه المعجون صابلي عادي، والشكل الاخر اللي ملون نصه شوكولا ونصه وفي داخله كريمة الزبدة. كما راكو تشوفوا جوني 5 انواع، والله ما شاء الله، يعني الذوق في كل نوع الذوق تاعو مختلف، سبحان الله. اللي شو اللي ذوقوا يقول ما همش مخدومين بعجينة واحدة. نتمنى ان شاء الله تجربوهم، وكل وحدة وشطارتها، بامكانك تستعملي انتيا طرق مختلفة، بامكانك العجينة تضيفي لها الكاكاو، بامكانك تديري لها اللوز الجوز، الشكل النوع اللي تحبي ديريه. نتمنى الصابلي تاع اليوم ينال اعجابكم، ما تنسونيش بدعمكم، لاني بلا بيكم ما نسوى والو كما تعرفوا. نخليكم على خير، نتلقاو في فيديو اخر، ومع السلامه.